السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل التومية بطريقة سهلة وسريعة جدا. هنقول مقاديرنا. اول حاجة انا بكون محتاجة زبادي وليمون وثوم مهروس وزيت ونشا وملح ومي. هنقول بسرعة هنحط ايه. اول حاجة هحط زبادي، هنقلبه بسرعة، هحط عليه الثوم المهروس، شوية ملح، ليمون، وبعد كده هنروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. نروح على النار، كوباية مية، نحط عليها معلقة كبيرة نشا، معلقة ونص، وهنقلب بسرعة. اهي انا عماله اقلب وبدات تتقل. هي كده خلاص خلصت، هنسيبها تهدى حبه وهنرجع اقول لكم انا فيها ايه. بعد كده هنروح للخليط اللي احنا كنا عاملينه، هنحط عليه النشا، وهنقلب بقى كويس قوي لغاية لما نضيفه مع بعض. بعد كده هنزل عليها بزيت، دول 3 معالق زيت. هنحط الزيت ونقلب لغاية لما الزيت يضيع، ونحط تاني. خلاص كده خلصت التومية وبقت جاهزة، نحطها في التلاجة لغاية وقت الاستخدام. ولما تدخل التلاجة القوام بيتقل شوية، وممكن تتعامل في علبة مغلقة لمدة أسبوع جوة التلاجة. وشكرا ليكم، وباي باي.